نتواصلوا ونوصلوا لكم المعلومة. فقرتنا الأولى باش نبدأ بها فقرة خدمات. خدمات نحبوا نعرفوا كيفاش نهيئوا أبنائنا من ذوي الإعاقة للدخول لمحاضن الأطفال في العموم، كيفاش يستعدوا للعودة المدرسية. الموضوع هذا ما اخترتوش أنا وحدي، اخترته بالتشاور مع ضيفتنا اللي باش نستقبلوها بالهاتف، السيدة بوراوية العقربي الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة. نهارك سعيد بوراوية. صباح النور، صباح الفل، صباح السعادة، صباح الجمال. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يتابع هذه المتميزة أم الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. تحية لك كوثر، تحية لكل الفريق العامل معك هذا الصباح، تحية لكل من يصله صوت بوراوية العقربي من سوسة وتحديدا من كلية الحقوق بسوسة. أهلا وسهلا ومرحبا. من خلال الموضوع المطروح والمتفرقات اللي باش نخوضوها هذا الصباح، حبيت نوصل لرسالة أنه ذوي الإعاقة رانا مواطنين تونس نجم نحكيه في كل المواضيع، وكل المواضيع هي لا تتجزأ، وكل المواضيع تمس الناس الكل بما في ذلك احنا الأشخاص ذوي الإعاقة. والأمومة وما أدراك ما الأمومة، والأسرة هي قائمة على زوز عروس مزيانين اللي هما الأم والأب. والأم من ذات الإعاقة أكيد أنه حياتها أصعب شوية بالضرورة، أكيد أصعب شوية باعتبار عديد الحواجز اللي تتلقاها. وأولى الحواجز أنه كيفاش تتزوج، وهل تتزوج من ذي إعاقة كيفها وإلا لا. وهنا تفرق العملية، خاصة إذا كان تكون التنوع يكون البصري، خاطر إذا كان يكونوا الزوز مكفوفين أصعب شوي، أما مش مستحيل لا تتفاجعوش. وإذا كان يكونوا الزوز فيهم تنوع، واحد ذي إعاقة بصرية والآخر عضوية، كل تنوع عنده صعوبات وعنده حاجات تسهل له الحياة نتاعو. والأمومة مازم حتى حد يتحرم منها. واليوم احنا موجودين في الشهر المزيان هذايا، شهر سبتمبر، شهر الخريف، الشهر اللي بدانا بالخير وبالمطر، ويا ربي ان شاء الله تعود علينا بالنفع، وان شاء الله ما عادش الماء يتقص علينا وتولي بلادنا راويه ومزيانه وترجع خضره كيف ما كانت ان شاء الله. المشهر هذايا هو الشهر اللي نشهد فيه العوده المدرسيه بشكل عام، والعوده المدرسيه تنطلق من المحاضن ومن رياض الاطفال الى المدارس الى المعاهد الإعدادية فالثانوية فالجامعية. وما ثماش عائلة تونسية ما تعيشش الحدث هذايا المزيان. خلينا نقولوا راهو عيد من أعياد تونس، عيد كبير، عيد اللي فيه رفع الأمنية، عيد اللي فيه أنه نطلب العلم من المهدي إلى اللحد، عيد اللي فيه كيفاش الأم باش تهيأ وليداتها الصغيرات واللي كانوا في حضنها واللي ما ينجموش يفارقوها، وأقرب إنسان لصغيره هي الأم. علاش تحكي على الفريق بوراوية؟ لهنا ربما فما بعض التفاصيل اللي تختلف عن المدارس العادية متاع الأطفال العاديين. مالا 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 مالا، أنا باش نتحدث على الوليد، على الصغير اللي عمره 3 سنين والصغير اللي عمره 6 سنين، وخاصة المكفوفين. وسامحوني هناك كيف نقول خاصة، على خاطر أغلب المكفوفين ما نجموا نقراو كان في المبيت. يعني توا برغم تحسنت الامور، تم مدارس ابتدائيه موجوده في بن عروس بير القصعه، موجوده في سوسه، موجوده في جابس، موجوده في صفاقس، ولكن مازال جزء من وليداتنا ما ينجموا يقراوا كان في المبيت، على الاقل في يروحوا كان نهار السبت. وبالتالي ثم نوع من البعد، ماهوش صعيب هو على خاطر الدنيا تطورت، ولكن هو بعد. والبعد الاول هو الروضه، اللي تقوم الصباح وتهز صغيرك وباش تخليه نهار كامل بحكم انك انت تشتغل، ياسر عليه. عند احنا هيا انه ولا لا؟ الصغير بصفه عامه والصغير ذا الاعاقه، راني نتحدث انا كبوراويه لمراه تونسيه اللي انساو انها ما تراش، انا مراه كيف الناس الكل، ومشاغل المراه للناس الكل. دونك كيفاش نهيئوا وليدنا الصغير اللي عمره 3 سنين واللي اول مره باش يدخل الروضه؟ والروضه العاديه والا روضه خاصه بذوي الاعاقه مثلا فاقدي البصر؟ ما فهميش روضه خاصه بذوي الاعاقه، ثم روضه دامجه، دامجه ثم روضه مخلصه يدخلوا فيها
ذوي إعاقة وغير ذوي إعاقة. وهنا نفتح قوس ونقول راهو الرياضة الدامجة مازلنا احنا المكفوفين ماناش قاعدين ندخلولها. كنت حدثوا على الرياضة الدامجة نلقاو الإعاقة العضوية وإلا اللي عنده طيف التوحد البسيط أو المتوسط. صحيح. أيوة معناها ردوا بالنا لهنا باقي المكفوفين وين كانت حلمة من حلمة تحياتي أني ندخل الروضة وأني نلعب في الروضة وأني نتدرجح في الروضة ولكن ربما في الأيام القادمة أو السنوات القادمة يكون ثم استراتيجية وطنية واضحة ونوليو راهو قد ما ذوي الإعاقة يبدأوا من الصغرى يلعبوا مع خيانهم اللي غير ذوي إعاقة قد ما ينقص التنمر وقد ما يكون قبول الفوارق يولي حاجة طبيعية في الحياة وما نتطلبش أنه احنا نجريو باش نحكيو على العقلية نجريو باش نحكيو على القوانين نحكيو على التفعيل لا 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 كي تبدأ من البداية من الصغرى انا وكوثر اخوات انا مراش وهي ترى تولدت لقات اختها بجنبها تلعب معاك عادي وتمشي معاها للروضه عادي فتولي العمليه ما عادش تتطلب انه لازمنا نخمموا كيفاش نعملوا الدمج وكيفاش ندمجوا هذا مع هذا وغيره. انا نحب نقول انه راهو المربين ونستعمل كلمه المربي لانه الحقيقه اكثر من معلم ومن استاذ راهو مربي. احنا نعطيكم وليداتنا يخرجوا من الديار عمره 3 سنين صحيح انها يرلول باش يبكي امان ما تكونش صعيب وتقول له يزيد البكاء ولا شبيك تبكي ولا ليه فما تأثير نفسي اي نقول له نعرف انك تبكي على خاطر انت اليوم اول مره باش تمشي تعرف ناس اصحاب السد تبكي على خاطر اول مره باش تمشي عند انيستي تبكي على خاطر اول مره باش تخلي ماما مش باش تبعد عليك راهي ماما كيفك انت مشيت للروضه قبل وبدأت تكبر بشوية بشوية حتى لين ولد ماماتك قبل ما نهزوا للروضة نحكي أنا وياه نوري القنين تاعو هذيا ولدي هذيا ولا بنتي هذيا القنين تاعك هذيا ساكت ساكت باش تحط فيه أنت اللمجة ماما عندها سكما وأنت عندك ساكت تحط فيه اللمجة نتاعك كي بابي مشوار نتاعك كي تتحدث مع الصغير حتى كان عمره 3 سنين راهو يفهمك وراهو يستوعب وحدتك العياط من اللول وكالهروب وكالخوف تنقص ثم بربي أمان نحاولوا حتى كنا احنا نشتغلوا يا كوثر ما نبديوش من نهار اللول نحطوا صغيرنا بالسبعة نتاع الصباح للخمسة نتاع العشية برشا عليه فهمتك برشا عليه نفسانيا نبداو احنا ريت انت كتبت طيب في فطورك كوثر تبدا تحط بالحويجة بالحويجة صحيح هيك حطيت الزيت هيك حطيت البصيلة حطيت طريفة الطماطم ايه زادة الصغير هذايا اللي كان ديما في دارهم وديما بحذا أمه وبحذا مماته اليوم باش يلقى روح فجأة هكا نهار كامل بعيد مع ناس أخرين ومع صغار أخرين وباش ياكل بنظام بيت الفطور وباش ياكل بالمنديلة ليه 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 أمان نبداو بشوي بشوية نهاية الأولاني نحطوا سويحتين نعرف اللي راهو العطلة السنوية برشا ياخذوا فيها في السيف لا ماذا بيا الأم ما تاخذوش كلها في السيف خلي 10 أيام حويجة باش تنجم تخدم وتعمل على نفسية الصغير هذيك والترفيه نتاعو وخاصة إذا كانوا ذي إعاقة فهمتك راهو ثم أولا حنان آخر يتعطى ثم النفسية كيفاش باش يولي هو عنده خصوصية مثلا بيت الحمام كيفاش باش يولي منظفة تتلهب هدايا وإلا مربية الحكاية راهي فيها برشا عمل نفسي لازم نكونوا هادئين نتمسكين في اعصابنا احنا الكبار احنا الامهات احنا اللي عندنا الضغوط نتاع الدنيا كلها فاتوره الماء نسواها شويه فاتوره الضوء نسواها شويه تكاليف العوده المدرسيه نسواها ولا ايه براوي تكاليف العوده المدرسيه نسواها ولا تو نذكرون علاش على خاطر انت تشري في الكراس وفي الكتب بالضبط لا ما ننساوهاش صحيح اما شوف اذا نتعلموا يا كوثر ما عادش نستعملوا كلمه ستريس والله انا يعني ستريسيت والله مضغوط عليا عيطت على صغيري ما غير ما نشعر لا امان الصعوبات كي نعملوا لها قجرات كل قجر نحطوا فيه حكايه الحكايه اللي نتاع توا نخدموها توا الحكايه نتاع بعد شوي نخدموها بعد شوي لازم نخدموا على نفسياتنا احنا ونخدموا على اهدافنا القريبه والمتوسطه والبعيده لو قد ما انت تكون مرتاحه كام وتكون هادئه وتكون متفقه مع زوجك بربي اذا كان ثم قشرات فيها شويه جانجين خليوها في بيت النوم نتاعنا اما كي نخرجوا لوليداتنا نخرجوا زوج نضحكوا وفرحانين ما تقولوليش براويه تحكي في حاجه عجيبه غريبه والله لا انا كنت اسمع قديش عندي صعوبات
صحيتي الخاصة تقولوا لي مراهي بيا كيفاش توا تحكي هكا. أما يلزمني نبني جيل مزيان، نبني جيل قوي، جيل فنان، جيل طموح. وراه كل صغير من عمره 3 سنين عنده مواهب وعنده قدرات، وحتى ذوي الإعاقة رانا عندنا مواهب وعندنا قدرات، نفركسوا عليها كأمهات، نفركسوا عليها كمربين، نفركسوا عليها كأولياء، تو تشوف نطلعوا جيل عنده فن الرقم فن الرسم. ولكن في البداية زادة براوية، والحاجة الأهم أنه زادة نتصالحوا مع الإعاقة اللي في صغيرنا، نقولوا مثلا سبحان الله ربي خلقك العضو ذيك ما يمشيش، ولكن عنده حاجات أخرى، عنده مجهود إضافي في عضو آخر. كنصر كان نحيو كلمة إعاقة من قاموس نتاعنا باهي، تو تشوف قداش نتصالحوا احنا الساعة باش نجموا نعطيو التصالح هذاك لوليداتنا. اللي عنده ساق ما تتحركش انساها، انساها كوثر، خليها على جنب الساق هذيك واخدم على البقية. تو انا معاك بوراوية باهي، مع تحياتي لفطومة اللي قاعدة توصلنا في الصوت نتاعنا للمستمعين الكل. تحيها، تحية فطومة، شكرا ليك. حاب نقول معناها لو كان انا ما نقولش اني ذات اعاقة بصرية اللي انا مكفوفه، حتى حد ما ينجم يفيق لي انا مكفوفه يا كف. فهمتك. يعني اما انا قاعده نعدي في المعلومه هذيا لسبب واحد، باش الناس اللي تسمع فيها والاولياء اللي تسمع فيها ما يحطوش يديهم على خدودهم ويقولوا انا عندي وليد عنده اعاقه كيف ما قلت انت. ليه؟ راهو عينيا المغمضين يا مستمعينا الكرام ما همش هما الحاجز في حياتي. الحاجز في حياتي هو هالعرقيل الموجودة في المحيط نتاعنا، هي العقلية اللي تحب تخلينا في تركينة وهما في تركينة أخرى. راهو الحاجز مش الظلام، ما نكذبش عليكم، مش معناها راهو الظلام ما يقلقش. اش خاصة نشترى راني شفت أمي، راني شفت خواتي، راني شفت وجهي. الناس يقولوا وجهي مزيانة، ما نحب أنا نشوفه كوثر، ولكن مادامني أنا ما شفتوش وما نشوفوش ومانيش باش نشوفه، نبني قدراتي الأخرى، نبني حياتي بطريقة أخرى. وبراوية ما نجمت توصل باش تتحدث معاكم اللي ما هكا إلا ما قريت بياتة، أي في المبيت في ظرف كان مش كما توا. توا الظرف مديان، فيه الإعلامية، فيه العقلية نتاع الأولياء تطورت، فيه الجانب الاقتصادي للعائلة تطور، فيه رياض الأطفال، فيه وعي زادة، فيه وعي. إي مالا راهو قبل أنا كي قريت السبعينيات من دار حطوني في المدرسة وعمري 6 سنين ما نجمش حتى نربط صباتي، وما كنتش نعرف اش معناها براوية ما تراش. أما توا الصغير هذا نحدثوه، أنا علاش نأكد على الحديث وعلى الحوار وقول له ولدي ولا بنتي إيدك اللي ما تتحركش خليها، هاو عندك إيدك الأخرى عمل بها، هاو عندك ساقيك وشوفوا قديش من نجاحات. ونفتح قوس براوية عندها برشا أقواس في حياتها، نحب نقدم تحية مزيانة لزملائي الرياضيين في الألعاب الموازية والذهب اللي جانا والبرونز. أيوة وكذلك 8 لحد البارح ثم 8 يعني ميداليات، وهذا دليل على كلامي اللي نقول فيه، راهو الإنسان هو أجزاء، هو كتلة من الأحاسيس، كتلة من القدرات، كتلة من المعارف. أنا شكون يعجنها هذه العجينة ويخليها تمشي في الطريق المستقيم؟ راهو إذا كان مش نقعد واقفين على أنه بربي هذايا جابوهولي للروضة، لا لا أمان ما جابوهولكش للروضة، هو تلميذ كيف وكيف أصحابه، هو تلميذ كيف وكيف أخواته. أما الفرق الوحيد أنه أنت تخدم بأربعة أني نخدم بثلاثة، أما الثلاثة هذوك راهم نجم ردهم 20. انت تو عندك 5 حواس ما شاء الله وربي يحميك، انا عندي 4 حواس، اما الاربعه هذوك يا توصل كان نعملوا سباق على غالب في شويه غرور نفسي تو اي خاصه في الذاكره، خاصه في الذاكره براوي. يعني الانسان الام والبو دورهم كبير برشا في انه يبنيوا علاقه مزيانه، وانه نبداو تدريجيا، وهذه موجه حتى للوليدات اللي من غير ذوي اعاقه. اولا ما يسالش نهزوا الصغير للروضه نوريه له حتى كان مسكره، ما يسالش ها هي الروضه نتاعك، هذه غدوه الباب باش يتحل باش تلقى انسه تشيف الباب. ما يسالش لو كان الرياض الاطفال اللي عندهم قدره، وتمنيت لو كان خمموا قبل ما تحل الروضه يعملوا هكا نشاط، يجيبوا الاولياء والصغيرات يلعبوا في الروضه نهار ويشوفوها من داخل، وشوف ولدي انت وين باش تقعد، شوف بنتي انت وين باش تقعد. ما يسالش لو كان الام تحدث المروضه، الام اللي عندها وليد اعاقه ولا بنيه ذات اعاقه، تحكي
تحكي مع المروزة ومع المديرة بالمسبق باش تقول لها هاو فين ولدي يلقى الصعوبة، هاو فين بنتي تلقى الصعوبة. راهو اسمعني، قبل القانون وقبل كل شيء كان ثم زوج حاجات مهمين. اولا رفع الوعي، وثانيا الحديث. انا كي نجي نقول لك يا كوثر راهو كي نقعد على الكرسي لازمني انا مسي الميكرو بيديا باش نعرفوا فين، باش من بعد انا ما عادش نقلق في التومه، باش نعرف روحي انا كيفاش قاعده ميكرويا وين. اكيد انه كوثر في المستقبل ما عادش تخمم انه ضيفتها تقول لها الميكرو من غير ما تحط لها ايدها عليه. الحكايه هي حكايه دربه، الحكايه حكايه انه نحكيو مع بعضنا، الحكايه حكايه انه ما نتنقصوش وما نشملوش من بعضنا، الحكايه انه ما نبعدوا شويه على الحركات بملامح الوجه الجريماس اللي قلتي برا اللي هي مؤذيه مؤذيه، ما ترانيش تو نعمل غريماس بجبيني ولا بعيني، والله نفيق بيك. اي تحسي نعرف نعرف والله راهو نفيقوا ونحسوا. وحتى اللي عنده ضيف التوحد اكيد انه عنده في جوانب شكون باش يقبل، كما يقبل ماما نشوفه مثلا مربيه قريبه لماما في الملامح الوجه، في اللبسه نتاعها، في الحنان نتاع لمسه ايديها، في كل شيء. تو تشوف اللي برشا وليداتنا من طائفه التوحد وصلوا خذوا حتى البكالوريا ونجحوا في حياتهم على خاطر القاو الارضيه، القاو الثنية، والثنية تبدا من الروضه تمشي للمدرسه بطبيعه الحال. احنا المكروفين ما عندناش تحذير، عندنا نمشي طول للمدرسه الابتدائيه. في المدارس الابتدائيه نفتح قوس ونقول ان شاء الله اليوم المسؤولين وسيد الوزير يعملوا لنا طله على المدارس الابتدائيه اللي موجوده في بن عروس وفي سوسه وفي جابس، ويشوفوا معناها البنيه التحتيه نتاع المدارس هذه هل هي تنجم تخلي اللي بدنا يقراو وهم مرتاحين، يشوفونا بيوت الفطور والماكله والكل، على خاطر لو نعاود ناكد ونقول انه راهو ثم وليدات قاعدين يباتوا، هل ثم الممرضين اللي باش يتلهاو بالصغيرات في دواياتهم في النهار وفي الليل، هل ثم الاخصائي النفساني. راهو يد الكل توا في 2024 ما عادش نحكيو على تلميذ يهزوا هانو عند الدوله وكهو، لا لا، راهو تلمذا كلنا في درجة مساواة، ودرجة المساواة من نجم نضمنوها كان بالآليات كان بالتفعيل الحقيقي، مش غدوة نبنيه جيل مزيان، جيل نفسيته مرتاحة، جيل متكون ومتكامل، وجيل واعي، وما عادش نحكيه بربي اقبلني ونقبلك ويا ما مسكين ما يمشيش ولا مسكين ما يراش ولا راهو البنية التحتية نتاعنا سواء كان البنية نتاع المباني أو البنية نتاع الذاكرة نتاعنا نتاع العقلية نتاعنا، حتى عقليتنا هي في حد ذاتها راهي اوبستاكل، راهي حاجز. إذا كان احنا نبنيو من الأول أهدافنا شنية؟ أنه نطلعوا جيل متكامل، جيل متناسق، جيل متعلم، جيل فنان، جيل يعرف روحه شنو يحب. راه مش ديما لازمنا نكونوا طب ومهندسين ومحامين والا لا، فما اللي متعلقين بصنعه. حتى الاعمال اليدويه، حتى البراعه اليدويه اللي كنا نعملوها بالصلصال وغيره، راهي تطلع اجيال مهمة. نجموا نخدموا التحف بالطين، نجموا نخدموا حتى ذوي الاعاقه، راهو اللي ما عندوش في عينيه عنده في جيل، اللي ما عندوش في ساقيه عنده في عينيه، راهو ثم برشا توا معناها الرقمنه والاعلاميه وذوي الاعاقه العضويه والطيارات فيهم برشا والبصريه مخترعين يا عبوراوي. اي نعرف بالرقمنه الصوتيه راهو قاعدين نقدموا في حاجات مزيانه وقاعدين نواكبوا في العصر. وحتى كان لقيتوا على فكره محادثاتكم مش مغرومه بالانفورماتيكا او مش على خاطرني مراش، لا لا واش شكلي توصل قلت حتى انا كيف ترى به بوراوية. انا سؤال باش نطرحه عليك الحقيقه، هل اني كأم عندي طفل من ذوي الاعاقه نخاف عليه نخليه بحذايا في الدار، نقول ليه ولدي مازال صغير 3 سنين خليه يزيد يكبر شويه هكا ننطوي عليه ونحطه في الفضاء الفردي بيني وبينه وربما جماعي في مستوى محدود مع الاسره على اقصى تقدير، والا ليه نغامر ونهزه باش يكون اجتماعي اكثر؟ سؤال هذايا نطرحه عليك وتجاوبني بعد الفصل. الدكتور حكيم باش نحافظوا على صحة أولادنا يلزمنا